فرق كبير قوي بين العزة وبين الكبر، فرق كبير قوي بين القوة والتجبر. خليك إنسان عزيز النفس، قوي الروح والموقف، عندك مبادئ، لكن إياك تكون إنسان متجبر أو ذليل. يعني إيه الكلام ده؟ أقول لك يا مولانا، يعني الملك لله وحده، هو الجبار القوي العزيز. ومن أسماءه الحسنى دي إدانا الصفات اللي بيحبها في عباده. يعني إذا هو العزيز وهو القوي، فهو كمان بيحب العزة وبيحب القوة في عباده، لكن بحدود، لكن بشكل ما يعديش الخط الأحمر. والخط الأحمر ده يحصل لما العزة تتحول لكبر، ولما القوة تتحول لجبروت. بمعنى إن ربنا يعني بيقول دايماً إن المؤمن القوي خير وأحب من المؤمن الضعيف. لكن السؤال، نعمل ده إزاي من غير ما تختلط الأمور علينا؟ لازم نفهم إن معنى العزة هو الرفعة، وإنك تحافظ على كرامتك مهما كانت المواقف اللي بتتعرض ليها، وإننا ما نسمحش أياً كان إنه يتعرض لينا بالإذلال أو المهانة، أي حد مهما كان مستواه الاجتماعي أو المادي أو نفوذه. لما تيجي تخضع وتتذلل، اتذلل للخالق، لكن إياك تخضع وتتذلل للمخلوق.